السلام عليكم، شلونكم؟ يا رب تكونون بألف خير. رجعنا وياكم بفيديو جديد من قناتي، قناة يوميات أم بابلية. مثل ما تشوفون اليوم راح نسوي طرشانة وراح نسوي تاتشينة لوبيا. المكونات عندنا مشمش مجفف، الألوچة، عدي لحم مسلوق طبعا، وعدي كشمش ومعجون وشكر. طبعا المكونات حسب انتم شلون تحبوها، اذا تحبون تزودون المعجون، تحبون تزودون الشكر، وهما راح نخلي بعدين شويه ملح. طبعا المشمش المجفف والالوچه انا نقعتهن تقريبا نص ساعه، لا تنقعوهن اكثر لان بعدين يصيرن يعني بالطبخ يذوبن حيل، فنص ساعه بس. اول شيء راح نحط زيت، طبعا راح انا اترزل من ورا هاي الجدريه. ف شلونك ماما؟ ما شاء الله تكونين بالف خير. اول شيء راح نحمس اعوذ بالله. مثل ما تشوفون المشمش المجفف راح نحمسه بالبدايه، حمسه شويه زينه. مثل ما قلت لكم لا تنقعوه هواي لان يذوب بالطبخ، فراح اول شيء نحمسه، بعدين نحط الالوچه عليه. وهم راح نحمسهن، لا تضيفون المشمش هسه، مو المشمش العفو الكشمش، لان يحترق. فراح نحمس الالوچه والمشمش شويه زين، وبعدين راح نضيف اللحم، وراح بعدين اخر شيء يلا نخلي الكشمش. اذا ما مشتركين بالقناه اشتركوا هسه بالقناه، ودوسوا لي على اللايك، وكتبوا لي تعليق تحبون الطرشانه لو ما تحبوها، كتبوا لي بالتعليقات جوا. هم راح اخلي رابط الانستغرام الخاص بصفحه يوميات ام بابليه، اذا تحبون تضيفون يضيفون هناك. انشر بشكل يومي طبخاتي، حياتي اليوميه. اذا تحبون تتابعوني روحوا للصندوق الوصف ودوسوا على الرابط، راح ينقلكم راسا للصفحه مال الانستغرام. مثل ما تشوفون حمسنا اللحم وياه، راح نضيف الكشمش. والكشمش اذا تحبون تضيفون هواي، تحبون شويه، واكو ناس حتى ما يضيفون يعني كشمش، فحسب رغبه كل واحد. اكو ناس تضيف همات مكسرات، احنا ما نخلي مكسرات. فمثل ما تشوفون صارت هيجي شكلها حلو المشمشايه. وهسه راح شو نسوي؟ راح نحط المعجون ونحط مي ونخليه يغلي على النار. طبعا اكو ناس تحب مثل ما قلت لكم تزود هواي بالمعجون يعني تصير حمرة كلش، واكو ناس لا تحبها هيك لونها برتقالي، فحسب رغبة كل شخص. طبعا البيوت العراقيين ينقسمون نصين، نص يحبون الطرشانة ونص ما يحبون الطرشانة. فدائما من نطبخ طرشانة لازم نطبخ وياها مرقة ثانية، على مود ما يحبوها ياكلون من المرقة الثانية. مثل ما تشوفون حطينا المعجون، وراح نخلي مي، وراح العفو نعيفها عن ما تغلي تقريبا 15 دقيقة، وحسب همات ما انتم تحبوها ثخينة او خفيفة. فتشوفون المي يعني عينك ميزانك مثل ما نقول. بعدين من الصير اذا تحبوها ثخينة او تحبوها يعني خفيفة مرقة، فباللي يعجبكم. طبعا هاي الشكر هنا، بعدين نضيفه اخر شي ورا 15 دقيقة، مو هسه. فراح نعيفها تنطبخ مثل ما تشوفون انطبخت. راح نضيف الشكر، وهم قلت لكم اكو ناس تحب الطرشانة تصير حلوة حيل، واكو ناس تحبها لا يعني وسط، واكو ناس تحبها حامضة. فمثل ما تشوفون حطينا الشكر. طبعا انا احب اكسر الحلاوة مالتها بشوية ملح، راح يصير الطعم مالتها كلش طيب. مثل ما تشوفون راح نخليها تفور فورتين بس، مو هواي يعني، بس على مود الشكر شوية يذوب. طبعا سويت وياها تمن مثل ما تشوفون، هذا التمن هنا. طبعا انا اطبق التمن العنبر، احسه ما يتحمل البزل فاطبقه. فمثل ما تشوفون حطيت شوية ملح حسب الحلاوة هي مالتكم، اذا هي كلش حلوة ضيفوا بعد اكثر ملح، واذا حلاوتها مو كلش ضيفوا شوية ملح على مود بس يكسر يسوي بيه طعم طيب. فمثل ما تشوفون هاي كملت عندنا، وراح نصبها. طبعا خلنا اقول لكم فشغله حتى ما تكذب عليكم، الماعون راح تشوفوه هسه اني مصورته غير مره،
كان المعجون مالتها كلش هواي مو نفس هذا، فمثل ما تشوفون لونها اختلف، لان انا نسيت اصلا اصور، تدرون رمضان وفطور وخبصة، فنسيت اصور بالماعون، يعني من درتها بالماعون، فحطيت لكم تصوير مال غير مرة، اقول لكم الصراحة ما اغش عليكم يعني او اغشكم، فهذه تختلف الطبخة عن اللي طبخناها، بس مجرد اللون والمعجون. نجي على تاتشينة اللوبيا. تاتشينة اللوبيا، لوبيا مثل ما تشوفون قطعت مالتها الفوقان والجوان القمع، طبعا اللوبيا التاتشينة تصير اطيب اذا كانت اللوبيا ناعمة، فانا تقريبا اختاريت الناعمات اكثر شي، وزودت وياها شوية خشنات على مود يعني ازود الكمية، فراح اقطعهن ناعم واشوفكم اياه شلون راح اقطع. طبعا غسلتهن همات فراح اقطعهن ناعم. المكونات اللي نحتاجها بالتاتشينة لحم مثروم او لحم مكعبات ناعم مسلوق، انا افضل اللحم اللي يعني اللي انا اقطعه، بس انا كان ما عندي لحم فسويت باللحم المثروم مثل ما تشوفون. ونحتاج تقريبا نص راس بصل، وهو لحم مثروم وبصل مثروم، واللوبيا قطعناها هيش، طبعا حطيت لها مي، بس مي، وراح اسلقها على النار مثل ما تشوفون، المي تقريبا يعني يغطيها بس لان هي خفيفة صعدت اللي فوق، وتمن راح اخليها على ما تنسلق، وبعدين راح اصفيها بالمصفاية مثل ما تشوفون، تقريبا المي خلص مالتها وانسلقت سلقة زينة، راح اصفيها وراح اشوفكم شنو مكوناتها مثل ما تشوفون. هذه هي، شوفوها سلقت سلقة زينة. هنا عندنا التمن، هنا اللحم تقريبا ربع كيلو، وعدي البصل. راح بالبداية احمس اللحم المثروم، وبعدين اضيف البصل واضيف اللوبيا والتمن وملح ومي، ونخليه على النار. كلش سهلة وكلش طيبة، وانصحكم اكثر تستخدمون وياها حبة طويلة التمن، لان هذا التمن العنبر ما يتحمل شوية بالتاتشينة، بالمقلوبة، بالمطبق، مو المطبق العفو، راحت البرياني، فأحسن تستخدمون حبة طويلة. إذا ما مشتركين وصلت لهاي اللحظة اشتركوا هسه بالقناة، ودوسولي على الجرس على مود يجيكم كل فيديو ينزل جديد بالقناة. طبعا نسيت أقول لكم نوم بصرة شوية، إذا عندكم مطحون بعد أحسن، بس أنا ما عندي مطحون، هيك كسرته بإيدي، حطيت التمن وحطيت مي، وطبعا أنا حاولت أحط مي قليل بس بالأخير للأسف يعني شوية انمردت التمناية العنبر مشى حالها، فمثل ما تشوفون حطينا ملح وراح على ما ينشف المي، وبعدين أعيفه على التهدير، وهيك خلصنا الفيديو مالتنا. إن شاء الله يا رب عجبتكم الأكلات الثانيه واستمتعتوا بالفيديو، وشكرا جزيلا، ونلقاكم فيديو جديد إن شاء الله، ومع السلامة.